للأغاني حظوظ زيها زي البني آدمين بالظبط، تفضل الأغنية رايحة جاية ما بين فلان وفلان زي ما تكون الأغنية بتدور على مصيرها، زي ما بيحصل مع أي إنسان فينا، وفي الآخر إما تروح لحد ينورها يا إما تروح لحد يطفيها، ما تعرفش النصيب فين. وساعات يختارها صوت متميز ونجم كبير لكن يركنها جنبه، فتروح الأغنية لصوت جميل في بداية حياته فتكون سبب مجده وشهرته، وممكن تتكتب الأغنية لصوت لسه ما بدأش مشواره كمطرب ويعتزل قبل ما يبدأ الغنى، فتروح الأغنية لنجم كبير تنجح معاه نجاح منقطع النظير. من ضمن الأغاني دي أغنية كتبها عماد حسن ولحنها محمد ضياء، وكان هيغنيها أصلا الإعلامي النجم أسامة منير. أيوة أسامة منير صاحب الصوت الإذاعي المتميز العريض الرخيم الفخيم، اللي في يوم من الأيام اقترب بشدة من خطوة احتراف الغنى لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة، وبعد عدة سنوات راحت الأغنية لواحد من أهم نجوم الغنى في العالم العربي، راحت الأغنية لراغب علامة.